في شهر رمضان الكريم يربي الصيام المسلمين على تجديد النية والاحتساب، ويؤخذ هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فيتعلم المسلم تجديد النية في الصيام والسحور والإفطار، وتجديد النية في الأمور الإيمانية والعبادات، وحتى في الأمور العادية، فيجدد النية بالابتعاد عن كل المعاصي والآثام والشهوات التي تضر ولا تنفع. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ خليكم.